تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. وسمعتنا مستمعي فيما كنتم، مرحبا بكم في حلقة جديدة برامجكم الشوط الثالث. حلقة جديدة، نقاش وتحليل أول عقب الأسبوع، هذا دائما هنا في البلاطو مع مصطفى طلحة، حمزة بورزوق زميل طارق نفتي، تحية لعبد الوهاب السعودي معنا في إخراج حلقة اليوم، إعداد طارق نفتي معكم في تقديم نبيل بشكرون. السوجي ديال حلقة اليوم، لقاء مهم اليوم، منتخب الوطن المغربي مواجهة منتخب ليبيا في التصفيات مؤهلة لكأس أمم إفريقيا قطر. واش من قطر؟ صافي دزنا لقطر ياك، ما سمعتيش كوت ديفوار 2023 قال لي المنتخب الليبي، اش دخلك عندنا منتخب الوطني؟ المنتخب الوطني لعب مع ليبيريا، قلنا ليبيريا قال ليبي ولا لا؟ لا لا قلت ليبيا والله، تا قال ليبيا والله، جات كتوحشي ليبيا جاك الحنين دابا الشوق، جا الحنين والشوق طرابلس دابا، تحياتي للناس ليبيا، راه خصو شي طياره ويمشي يسرح شويه، خصو يمشي تما وطلع لي تليفون هادي ديال خونا قال لي صحفي مهنيه. كذلك غنهضروا على شنو داز في الندوه ديال عزيز البدراوي نهار الجمعة باش قدم الأفكار ديالو والبرنامج ديالو لرئاسة فريق الرجاء. نهضروا على الغيابات اليوم واستدعاء ديال كل من أشرف داري ويحيى جبران. كذلك مستمعي غادي يكون مع المداخلات ديالكم على أرقام الهاتفية 0522 30 30 00 أولا 0522 31 33 33. كذلك صفطونا الميساج ديالكم على الرقم ديالنا على الواتساب 0920 330 330. وفي البلاطو الفتى المدلل للشوط الثالث مصطفى طلحة. طلحة خويا مرحبا. أهلا وسهلا والسلام عليكم خويا نبيل، خويا طارق، حمزة، عبد الوهاب وكل عامين في إذاعة أم أف أم، واهلا وسهلا بجميع مستمعي الاوفياء برنامج الشوط الثالث. والله ضربتي لي واحد التحسينة ديال 2004 ديال ايام شتي اللي كاين، نرجعوا للشباب طارق نرجعوا للشبابيه، كرهتوا لينا الجناب كاين التجديد كاين التغيير وبدايه اسبوع موفقه اخويا نبيل الجميع. شويه في هذا الويكاند الحمد لله صافي. كيفاش شويه؟ اشرف رجع اشرف كدوي عليك انت مشيتي انا مالي احسن ويكند بخير مسافر ما بخير وعلى خير، مدي الالقاب ديالي قاعد دي تشامبيونز ليغ، فرحان مع الجمهور مع الجماهير كلها الحمد لله شكر لله، نتمنى الكل يكون فرحان اخويا بحالي. هذا نهار زوين والله، الا نهار زوين ياك حق الله حسن. لا عجبني حسن، مشى حتى عيط لي لقيته مسافر مفواج مع راساته فرحان، كيعرضوا عليه الناس مصطفى هو كيعرضوا عليه الناس الاحتفالات وهو كيقول لهم انا تنجي كنجي حنا مصطفى ما سافروش واحتفلت معاكم انا نتوما سهل معاكم ما مشيتش احتفل مع ولاد دربنا دربنا تما شنو احتفلنا مع شي حاجه كيضحك الصياد القناص حمزه برزوق. برزوق مرحبا. مرحبا خويا نبيل، تحيه لك خويا طارق، تحيه لخويا مصطفى، خويا شفيق، عبد الوهاب، زكريا، جميع العاملين محطه ام اف ام، وتحيه للمستمعات والمستمعين راديو ام اف ام ومتتبعي برنامج الشوط الثالث. شحال من حوته في هاد الويكاند؟ حتى شحال ما تنقيزه ممكن حوت على والو، مشيت على البورتريس السباحه، مشيت على البورتريس مع خوتي مع ولاد الدرمنا ومع ولاد الشعب مع ولاد خوتي، تبحرت مع راساتي زيف فيتامين دي زيف كنت في عين الدياب. يا برافو، قال لك عينك دياب راهو احسن بحر، قال لك فيه الجرة فيه الحمام هذا لو كان شويه البحر خايب كان البحر شويه صعيب، نقولوا للناس اللي باغات تمشي تستمتع شويه وتستعجم قال لي فيه الجرة، قال لي كانت فيه الجرة الله يهديك الله يهديك، انا جون عارف انا لا راه حداد نبيل بانوا لي تكاش تما كيسحب دابا تما الجرة، خصنا نوصلوا الناس نبيل بعد البحر شويه، البحر شويه نايض ياه بحر شويه صعيب كاين الكورينتي والله زعما اللي بغى يمشي على الكشكوش يفسد مع راساته ويرجع. طارق هو اللي كيقول لك، يقول لي لا راه ما نمشوش لعين الدب فيه الجر، قلت لي انت الكشكوش ما فيه لا جره لا والو. لا وتحيه لهذوك الناس الوقايه المدنيه وهذاك الشيء معطرين هذاك الشيء وصعيبه الخدمه تما شويه بصحت كل المغاربه بصحت خوتي تما يمشيو يحيدوا عليهم العبء ديال الخدمه ديال لا سيمين كامله
زعما داك الشيء زعما كيفرح والله الا كيفرح ملي كنطلع من حدا الترامواي كيبان لك بنادم طالع بالعده ديالو بهذوك الشيء زوين زوين داك الشيء حتى الطريق كان ما عرفتش واش تلقيتي به ولا لا لا هو كيغرق الا بالك واحد ليزار وواحد الراجل كيبان تما راه كيدي مع المرقه ديالو تمشي لمدام شوع لا عبد بونا تعد الارض طارق خويا مرحبا تحيه ليك نبيل تحيه خويا برزوق خويا طلحه شفيق عبد الوهاب اي تعالى وجميع المستمعين له والله الا طارق هو داك النوع اللي كيمشي في المناضة في الجبر وكتلف تعلق بشي صخره ديال قلبك والدلاع كيدير حدا الصخره حطها حدا ما بينه واحد الصخره وصخره فيها واحد الميه وكيخليها تما تبرد وكتلع وكتلف ويمشي معك طلحه في التكيه كل شي سباب حلامه يلا مستمعينا بقوا معنا من دابا جوج و ست دقائق غير الساعه الثالثه والربع بيان سور ندوي على ليكيب ناسيونال اليوم ماتش مهم المنتخب الوطني امام منتخب ليبيريا ليبيريا جورج ويا جورج ويا برك على ليبيريا ليبيريا دونك ماتش مهم يمكن اليوم المنتخب الوطني كيعرف بعض الاصابات بعض الغيابات على المنتخب الوطني يمكن في المقابل الدعوه ديال جوج ديال اللاعبين يمكن اللي ما عرفتش ضغط اعلامي واش اقتناع من عند وحيد بعدا نتعرفوا على الغيابات واللاعبين اللي استدعاهم وحيد الماتش ديال ليبيريا طارق بالنسبه للغيابات فكاين حاليا لحد الاربعه بحكم ان كان خامس هو سيس ولكن رجع ترينا في اخر حصه تدريبيه فهو كاين ماسينا نايف اكرد لياميكو وعادل تعرابت وبالمقابل التحقوا جوج ديال اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي هما جبران وداري اكرد ماله كانت واحد في الماتش ديال جنوب افريقيا يعني حس بواحد الالم من بعد ديال الماتش وهذه المعلومه انا ما سمعتش معلومه اخرى انا وزين زعما مشى الفريق الجديد ديالو وقيلا شي جلس مع الفريق الجديد وسطهم واقيلا واحد هما الامور قريبه ان اكرد والله يسهل عليه اللهم يسهل عليه هو عنده بروفيل ديال هذاك ديال الدوري الانجليزي لان ما غاديش الدوري الانجليزي بالصغر ديالو يعني غيتحسن اكثر ويديفلوب اكثر لان تبارك الله اللياقه البدنيه اللي عنده تبارك الله وبهاد المجهودات وهاد الفورم اللي شفناه في فريق مع الفريق الفرنسي ديالو يعني ما على يعني اكد الا يعني سقط الطموحات ديالو شويه ارتفع وان شاء الله مازال اكد نشوفه فرق كبيره لانه يستاهل وهذا يعني بالنسبه لنا ربح للمنتخب الوطني وربح للمغاربه ونتمنوا يعني جميع اللاعبين يحدوا حدو هذا اللاعب لانه كنشوفوا واحد اللاعب اللي جا من الفتح تبارك الله كيتسلق الدرجات دابا يعني بسلاسه وكنقولوا بتخبيه كيخدم 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 بتخبيه يعني الشيء تبارك الله كيفاش العمل يعني معقول سيريو في العمل ديالو لي زونطريمون ديالو يعني يكاد يعني مع المنتخب كيعطي كل شيء اللي عنده يعني نتمنوا ليه التوفيق ونتمنوا ليه مسار جيد يعني ما تعطيش هذاك الشيء اللي عنده ولا شوف راه تبارك الله انا شوف انا من المعجبين حمزه والله العظيم من المعجبين البروفيل ديال ديال اكريد لانه تبارك الله غادي يرجع يفكرنا في نيبات ويفكرنا في هذوك العمالقه اللي دازوا في الدفاع ديال المنتخب الوطني ابو الحياوي واللاعبين الكبار اللي دازوا واستسمح للاعبين اللي ما ذكرش اسماء ديالهم ونتمنى الله نتمنى الله نشوف متواضع اول وثاني حاجه هي المنادات على اشرف صراحه انا عاد علاش قلت لي جاي فرحان هذا هو يعني احسن حاجه سمعتها البارح هي المنادات واخا جات معطله المهم انها راكيله ويحيى جبران ويحيى جبران هذه هي اللي زاد فرحاتني اكثر واخا وللاسف للاسف على انه كان غيكون يعني في المجاور ديال اكريت في الفريق الانجليزي هو حمد الله ولكن الكونترا ما غتمش بحكم ان حمد الله لا دوينا عليه ما عندوش ماتشات دوليه فللاسف لانه هذا ثاني عرض انجليزي الحمد لله وما كيتوفقش حمد الله من 2019 دابا راه غادي في تقريبا واحد 3 سنين ولا 4 سنين وحمد الله ما كيتكونفوكاش وما عندوش ماتشات دوليه كنتمنى التوفيق لاكريت كيف ما قال طلحه ان اكزومبل يمكن خصنا وخص بزاف ديال اللعابه دي جون اللي خصهم يمشيو في الحدو ديال الاكرد اللي من هنا خدم على راسه ولقى راسه في الدوري الفرنسي دابا راه غادي الدوري الانجليزي الله يسهل عليه والمكانه ديالو ما كاينش اللي كيحيدها في ليكيب ناسيونال حاجه اخرى غير باش نقولوا يعني الحمد لله لان بدر بانو رجع راه البارح لعب اول لقاء ليه مع السلوم كاس مع السلوم في كاس ديال مصر اللي تاهلوا فيه الاهلي المصري وكانت اول انطلاقة يعني من بعد ما داك الانقطاع اللي كان بسبب المرض شفنا الحمد لله ان بدر بانو رجع بالعافيه ديالو دونك حوايج زوينه يمكن اخبار زوينه في الويكاند الرجوع ماشي الرجوع هو الاقتناع ديال وحيد باشرف الداري يحيى جبران والالتحاق ديال المنتخب الوطني بورزوق واش ضغط اعلامي واش اقتناع ديال وحيد شنو في نظرك ما
نقدر نمشي مع النقطة الأولى يمكن وضغط جماهيري مطالبة بالحضور ديال هاد اللاعبين أو بالاعتماد عليهم في ليطا ديال لا ديفونس اللي كانت عليها في هاد لي دو ماتش ولا الميليو تيران. بان لينا على أن ممكن الاعتماد على هاد جوج لاعبين لأنهم تأديو بواحد الشكل قوي وعندهم المكانة ديالهم صراحة في المنتخب الوطني. واش غيتم الاعتماد عليهم ولا لا؟ هذا هو السؤال. لك تغنجيبهم تما يا غير باش يتحسبوا راه مع الجروب ايتو وش وسيله منه انه يسكت الجمهور شويه لان شفنا الجمهور ما يسكتش الهايلاند اللي ناضت نهار جنوب افريقيا مرود كملنا كاملين حنا زعما تما الجمهور ما عارفش هادشي اللي كيدير هو علاش عيط على داري وعلى جبران دابا نتمنى على انه يكون القناعات ديالو هما اللي خلاو يعيط على هاد لي دو جوار. لا راه القناعات ديالو كانوا عنده شي قناعات زعما مبازين راه خصهم يخليو انه يعيط على هاد لي دو جوار من الاول هادشي اللي حنا هادشي اللي كناخذوا عليه سي وايد هو هادشي هما الاختيارات ديالو ولا جيستيون ديال لي ماتش راه كاين اللي معاه تيقول لك راه النتائج راه الارقام ديالو كدوي عليه واش فهمتيني اش بغيت نقول لك. حنا المشكل عندنا هو في لي شوا دو جوار ملي كيبانوا لنا لاعبين كيستاهلوا وما كيتمش المنادات عليهم تما فين كان كنفقدوا الاعصاب ديالنا لعابه ما تيلعبوش لعابه ما عندهمش التنافسيه لعابه تيلعبوا في فرق مغموره. ولكن الملاحظه بزاف ديال النقاط داكشي اللي كيخلينا نفقدوا الاعصاب ديالنا خويا نبيل راه ماشي حيت كاينين جوج حوايج طلع كاينين الارقام حنا كندوب هنا لي شيفر لاعبين الواحد كيتعصب كيتعصب ولكن نعرفوا بان عندنا افكتيف قوي وقوي جدا عندنا بزاف كاع عندنا عده اختيارات راه ما كنكذبوش على راسنا راه ملي كيكونش عندنا لعاب راه كنقولوا ما كيكونش عندنا لعاب ونقول واحد الحاجه كاين واحد البورسونتاج كبير ديال اللاعبين اللي دابا على المنتخب ساهم فيهم واحد نقول لك مشاو نقب وجابهم باش ما حتى واحد ما نقولوش كيلا نقول لك واحد التشكيله وانت عطي لاتاكون دو بوينت ما نعطيش انا لعب بونو لعب بهذيك ثلاثة ديالك ديك ثلاثة ديالك اللي كتلعب في لا ديفونس لعب بداري وبانونو وأكرد سايس المهم زيدك التشكيلة ديالك ولا ربحة عندك حكيمي ودير حكيمي وبالهندا بالهندا وأمرابط ولوزة ربعة ودير تما يدير حاريت ودير مزراوي أدروات ودير الأتاكون دو بوينت اللي بغيتي واش هادشي ما عندناش حنايا صاحبي ترى تشكيلة عالمية هادي راه ترى عندنا عاد ما جبتش لك بوفال عاد ما جبتش لك الشاعر عاد ما جبتش هادو اللي بداو هادو اللي بداو عاد أناحي عاد تيسودالي عاد أبو خلال عاد الكعبي عاد 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 سميتو الآخر عاد الحرابي عاد حمد الله عاد الكعبي عاد رحيمي شحال عندك ديال اختيارات شوف شحال عندك ديال عندك شي اللي مخليه عندك لا ديفونس عندك أكرد عندك عندك سيس عندك فضال عندك يا ميق هادو راه يصوبين هادو راه يصوبين زيد داري لا داري لعبنا شوف العام الجاي واحد القضيه نقول لك كون كان هاد المدرب انتيليجون تقريبا في هاد المده ديال 3 سنين مع الاختيارات وهاد الاسماء الوازنه اللي ذكر حمزه واللي عارفين المغاربه كاملين كره لحد الان وصلنا مع التاهل المونديال كره عندك ثلاثه المنتخبات وطنيه مع هذا دابا ثلاثه المنتخب ديال حير حنا نحيروا معاه حنا نولي نقول برافو صفقوا عليك اللي دخلوا نقول الله يرحم الوالدين ولكن كون هادو جيتي بهاد الاختيارات تكون موافقه وتكون في المحل ديالها وهاد المقابلات الوديه اللي درتي وهاد الشيء اللي درتي وهاد الفوضى اللي درتي وهاد اللاعبين عطيتيهم حقهم وكل واحد غادي تيعي في الوقت ديالو المحدد اللي كان التوهج ديالو هذا وغيوليو تيقين فيك المدرب وغتولي تيق فيهم انت وتولي العلاقه الطيبه راه شنا راه كاين هنا راه كاين هذا الركراكي هو حداك ها هو الركراكي حداك قريب لك كنشوفو فيه يومين كنتفرجو فيه كيفاش صاوب لينا واحد الوداد كيفاش دينا بهاد الشامبيونز ليغ راه ملاحظة بسيطة أما هذا راه عنده تبارك الله المغرب وبرا وعنده اختيارات هادشي اللي بغيت نقطة البرازيل والله العظيم شوف علاش الجمهور دابا كاعي ومقلق دابا أنا الفرحة اللي فرحت تاني الكبيرة هو تاني واحد اللاعب اللي عزيز عليا بدر بانون عزيز عليا تاني هاد اللاعب كيما قلت لك على أكرد وعلى داري دائما كنجود بدر بانون بضربانو فرحت لي دابا ملي رجع للميادين وكنت نتشوق انه يرجع والحمد لله هو ربي سبحانه وتعالى شفاه ورجعنا للميادين لان هذا اللاعب هذا والبروفيل ديال اللاعب خاصو يلعب في المنتخب عنده بلاصه خاصو حتى يكون في المنتخب دابا بانون يلا رجع لا كنقولوا قبل انا كنهضروا على قبل
ودوين على قبل يمكن نفس البوليميك اللي كنا دايرين على دابا داري ولكن كنا دايرين على بالي اكيد حنا دابا كل ولا كيسهل داك لقيت ما كناش كندويو على داري يلا راجع من البليس ما كناش كندويو على داري باش يعرفوا الناس باللي حنا كندويو على اللي كيسهل ما لعبش لك زياش دابا بلاتي هذا هادشي كامل وما هادشي ما لعبش لك زياش باش نقول لك تلعب لي زياش نخرج والله ما لعبش لك حكيم ما لعبش الجمهور باش الجمهور دابا علاش هو الحمد لله الجمهور هو عارف ان الجماهير المغربيه كلها كتفهم في الكره كلها مثقفه بالكره وكلها واعيه وكلها حافظه الفرق والمنتخبات دابا الاشكال اللي كاين والملاحظه اللي كاينه هي ان شنو هو السبب السي المدرب دابا عاد غتعاود طيح من كيفاش عيطتي لاشرف داري واش تسمعتي بانه عطاو احسن لاعب ولا تضغوط راه هذه ما تشرطاش ليا هذا شنو هو السبب اللي عيطتي لي حتى اللحظه الاخيره الضغط يعني انا بنتي انا كضعيف تقنيا الغياب ديال نايف نايف ولكن اسمح لي نقدر نقول اشرف داري نقدر نقول اشرف داري ولكن من يتجبد جوج سميات اللي دار عليهم ضغط اعلامي اللي هو اشرف داري ويحيى جبران نقدر نقول هنا ان الضغط الاعلامي انا نقول لك باش فهمت نقول لك باش فهمت نقول لك انا باش فهمت يمكن ما عجبوش التصريح ديالك شو زعما غير قال السي حيد الدواء صافي دير راه انا ما عرفتش كي لا ما عجبوش السايس انا كابيتان هذاك راه كابيتان شوف انا نقول لك حاجه هو راه مدرب ثاني هذاك راه هو خصو يتكلم باسم الفريق الا ما عجبتوش شي حاجه غيقولها عجبتوش شي حاجه خصو يقولها علاش كنعطيو عميد الفريق كنت حاضر في الرباط نهار الخميس وحسيت بان غتكون شي رياكسيون من عند واحد حيت ما يمكنش الناس كلهم المغاربه كاملين نهار الخميس راه الناس جايين من كازا جايين من العيون جايين ناس كيبغيو المنتخب وحاسين بان هذا الافكتيف دونك حنا مازال ما مستافدينش منه باقي ما حققناش شي حاجه اللي تفرح المغاربه بهذا الافكتيف وبهذا اللعابه الكبار اللي عندنا راه كاين مشكل ناس بالصفار ناس بالغوات بالانتقاد وحيد عاش الضغط نهار الخميس عاش الضغط بشكل كبير راه كان وحيد باش يخرج من النفق ديال اللي كيخرجوا منه اللعابه باش يوصل البونتوش راه كيعرق وكينشف وكي راه ما يمكنش راه شعب كامل كيقول لك فلان قاد لينا المنتخب فلان حنا عندنا لعابه بغينا نشوفوا دوك اللعابه اللي كيلعبوا دوك اللعابه اللي متواجدين دوك اللعابه اللي عندهم ماتشات دوك اللعابه اللي حنا غاب الماط حنا سيدي ما كنفهموش في الكوره حنا بكل الخير حنا مغاربه كاملين ما كنفهموش الكوره حنا سيرينا بالارقام ها هو السيد هذا مكلفين وهاد السيطره كيجيب لينا كيقول لنا فلان ما عنده حتى ماتش في رجلي حنا كنجيو كنلقاو غدا تيتولي في المنتخب علاش عطينا تفسير عطيني رابور علاش اوكي شوفوا وكيبان ما كاينش شي واحد اليامات يمكن كنا مع رونار بوصوفه بلا فرقه ولا كيجيب بوصوفه كيدويها في المنتخب انا لا عندنا ديك اخرين مختلفين عافاك بوصوفه راه انكاس لا انا قلت لك زعما انكاس بيسير ماشي بوصوفه ماشي هو ماسينا ما كيلعبش كيجي ما كيبينش ليا في المنتخب يعني بوصوفه مقاد ولا شي كومبار كنقول بان كاين فرق ما بين بوصوفه وما بين واخا بوصوفه واحد الوقيته بلا منتخب ولكن بلا فرقه ولكن التجربه ديالو مع المنتخب التجربه ديالو حاضر لانه كاين القوه ديالو في الفراقي وكيجي وحافظ المنتخب هذاك كبوحدو لانه لعاب عده في عده انديه وديك الوقيته ملي كان كيلعبو متوهج راه كان مع المنتخب وسكيف واحد الوقيته اللي كان كنعيطو اللي كنا في امس الحاجه لبوصوفه بالتجربه ديالو مع بالهنده وتبارك الله كانوا مشكلين واحد الثلاثي والاحمدي ما تهضرش عليهم هذاك ميو تيرا هو اللي كنتمنى دابا النص ديال هذاك الميوتير اللي كان عندنا عرفتي شنو كان احمدي احمدي بالهنده زياش بوصوفا تبارك الله لي زاتاكو راه كان دي زاتاكو اللي عندنا دابا كون كانوا عندنا في الوقيته التوهج ديال النصيري والكعبي دابا والتوهج راه اقل لي زاتاكو اللي كانوا هو تيسو داري تا هو تبارك الله راه كون لقى هاد الميوتير بحال هادو حريفيه بالهنده حداه وبوصوفا وهذا راه كون تبارك الله شتي الاهداف ديال الصح الاشكال اللي كاين دابا هو هذاك وسط الميدان اللي ما عندنا ما دايرش في الكيب ناسيونال ما دايرش هذاك الميليوتيرا ما تيلعبش ولكن ما تيلعبش الميليوتيران ديالنا ما تيلعبش ما عندوش طون جو صحيح ولكن الاشكال فين كاين في المدرب المدرب اللي ما لاقينش لينا الحلول حنا دابا كنقول لك واحد السؤال اللي عندي هو ان دابا داري ضد المنتخب الليبيري واحتراماتي للمنتخب الليبيري لان منتخب رشيد دابا كيدير ولاعبين في كازا عادي عادي جدا يعني اليوم خصني نشوف رحيمي وبغيت نشوف داري بغيت نشوف جبران بغيت نشوف عطية الله بغيت نشوف هاد اللاعبين باش يشوفهم بغيت نشوفهم حنا المغاربه كلهم غادي نشوفهم هاد اللاعبين اللي هما مستعدين يلعبوا هما مستعدين يلعبوا هما مستعدين يلعبوا وحدين اخرين باغيين يبركوا تمايا وباغيين هادو كلهم دابا لا فورم كاينه لا فورم طالعه المورال كاين تبارك الله متوهجين في الانديه ديالهم رحيمي تبارك الله راه في العين شي جدار هاد العام داير ديونا ديال الوداد تبارك الله احسن لاعب رحيمي احسن لاعب هادو خصهم دابا ودير الفرصه ديالهم
باش يثبتوا وماشي غير هادوك دابا الناس على حساب لهم حنا كندويو على اللعابه ديال البطوله راه كنخصو نشوفو حارث من الاول نشوفو شوف المشكل عندنا والله ما عندنا لا ما في لي زاتاكون ولا ما تندوش عليهم تندوش عليهم عندنا لاعبين اقوياء كندويو على لي شوا اللي كيداروا في الميليو تيرا واللي كيداروا في لا ديفونس راه سيليكسيوني هذا راه منتخب وطني هذا خص يلعب فيه اللي كيلعب اللي كيلعب واللي عنده طون جو خويا نبيل ديما تنقولها لك واللي بلو بيرفورمون واللي مدوز عام كبير جميع لي بوست اللي مدوز عام كبير الناس تخدم باش توصل ليكيب ناسيونال وكاين اللي داير ليكيب ناسيونال طريقه صاحبي راه ليكيب ناسيونال راه مخرج كبير خلينا في هذه النقطه ديال ميليو تيرا شنو طريق واش تقدر تكون مشكله ديال دي شوا اصلا نقدروش حنا كمنتخب ولا اللاعبين المغاربه اللي عندنا ما تيلعبوش ولكن شكون هاد اللاعبين اللي بغيتي يلعب في ميليو تيرا اللي كيلعبوا بحال عطاهم الله بالهنده عندك جبران عندك زياش عندك مزراوي كلهم تيلعبوا وكلهم اقوياء اصاحبي عندنا لي شوا اصاحبي عندنا 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 بزاف وكيلعبوا عندهم ان طون جو وكيلعبوا في مستوى عالي ومديرين ارقام خياليه هاد العمل دونك في نظرك اعاده النظر في ميليو تيرا هو اللي فيه ماشي اعاده النظر في لي شوا لي شوا ديالنا صاحبي ديرها اللي خصو يدار وخسر وما يدوي معاك حتى واحد خرجنا مع مصر وما بقاش فينا الحال مع رونالد 2017 وخرجنا موراها في مورا لا كوب دي موند خرجنا في لا كوب دافريك في هذيك اللي زقل زياش والله ما بقى فينا الحال بقى فينا الحال علاش تزقل بيلانتي وعلاش خرجنا مع البينا وان الاداء العام ديال الفرقه راه ما بقاش فينا الحال كنا عارفين عندنا فرقه عندنا كنتفرجوا في الكوره كنتفرج عندنا منتخب قوي متفائلين به جا هذا ريبنا اصاحبي وما كناش كنقولوا لا حق راه فلان ما يصلحش علاش ما تعرفوش بها نبيل على انه الارقام ديالو مزيانه وان راه ريبنا واخ طارق واش نقول لك هاد الهضره اللي قال البرزوق ولا طلحه راه ما كاين علاش تزيد غير انا واحد النقطه بغيت نركز عليها حيت كان جبد مصطفى طلحه بدر بانون بدر بانون فاش كان حتى هو راه نفس لوكا ديال جبران وديال ديال اشرف داري حتى دار عليه واحد لا لا واخا عينا ما نديرو في الضغط الاعلامي ولكن من حداك عينا ما نديرو في الضغط الاعلامي من هنا ولا جميع المنابر والجمهور المغربي خرج وما عرفتش شنو قالوا خرجوا العرب كاع وراه مصر تفاجئوا قال لك بهذا النيفو اللي عند بدر بانون ما يمشيش للسيليكسيون في الوقيته اللي مشى بدر بانون مع المنتخب كان تصاب يعني بالفيروس ديال كورونا وكان اثر عليه من بعد هذا هو يعني من بين الاسباب اللي خلات بدر بانون انه ما يحملش القميص في ديك الساعه ويدخل حتى هو كرسمي بحاله مع اللاعبين ديال المنتخب غير هاد الحاجه هادي بغيناش ديك الساعه وخا زعما كل ما كانش غادي يدخل انا عارف هاد النقطه هادي ديال بصح انه ما غيدخلش ولكن هاد النقطه هادي ما بغيناهاش انها تعاود في قضيه ديال 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 داري وجبران علاش لان داري وجبران دابا متوهجين ابطال افريقيا هما يعني من الناس اللي اعترفت بهم الكاف لان احسن ديفور يعني كاينين المكانه ديالهم كنتمنى على انهم ما يتقصاوش الا كنتي انت جايبهم دابا نتمنوهم على انهم ما يتقصاوش ياخذوا الفرصه ديالهم حتى هما ويثبتوا واش كيستحقوا ولا لا حتى لا تقصاو اخويا طارق ما اعتمدتيش عليهم هذاك اللي غيلعب في بلاصتو خصو يكون عنده ان طون جو اكثر من اشرف وخصو يكون كيأدي بنفس الطريقه اللي كيأدي بها اشرف وديك الساعه نقولوا راه مشكل ديال الاختيارات لا زعما المدرب مقتنع بهذا على التقنيه ديال المدرب وتما حنا ما غندويوش شي كون واحد انايا متلعب واحد ما تيلعبش وتبرك اشرف تما مابقاش مشكل ديال الاختيارات دابا عمك كدوي تدوي على المدرب لا علمك الدوي انا اشرف في نظرك في بلاصه مخصو يكون ما كاينش اكرد ما كاينش اكرد وما كاينش جوش لا انا مشي معاك دير لي بان اكرد لاعب وسيس على حساب لا بيرفورمانس ديالهم في هاد لي دو ماتش بحال حسابهم بجوج ما تنكذب اخونا براك عارف حنا ما تنتخبى وما تنقول والو اشرف على حساب سيس وعلى حساب اكرد سيس نقول لك عنده مشاكل مع فرقتو ولا على حساب ولكن دابا راه تفرجنا كاملين المغاربه كلهم تفرج ما عندهم ما نكذبوا عليهم كاين كيشوفوا كاين تقنيين حتى هما كيشوفوا الروندمون ديال لي زاكسيون في هاد لي دو ماتش راه ما دويش عليه غير هو لو نيفو تكنيك ديالهم والاداء ديالهم في المباريات السابقه وحتى المعرفه ديال الجمهور
بلي كاليتي ديال هاد لي جوور هو اللي شفع عليهم امام الجمهور المغربي. اما لي زاكسيو ديالنا حتى هما راهم تقوبين هاد لي دو ماتش. كان خلل كانت اخطاء واخا كدوي على ماتش امريكان وجنوب افريقيا راه هو اللي خلى السبب اللي خلى سيس تقريبا يعني اشرف راه هو اللي خلى يعني اشرف ولكن خليني نهضر لان سيس هو يلا قالها طلحه سيس باللي جا بحال بغي يحيد اللومه على الاخطاء الفرديه قال لك باللي المنظومه الدفاعيه وتكتيكيا المنظومه هي كاين مشكل صحيح. يعني واش غيتحل المشكل الا بدلت لعب لعاب ولا اصلا الخلل التكتيكي كاين كاين لا شوف دابا المنظومه الدفاعيه فيها خلل خاصو يقول اصحابو كلش لينا حنا على سيس كل اصحابك كلش لينا حنايا حنا ملي قلتيها لينا بنتي كتخبى من ورا شي حاجه فهمتيني انت ما عجبكش الديكلاراسيون ديال بالك غير موفقه ماشي معقول بان لك بانه بغى يتنصل من المسؤوليه بغى يخبي شي حاجه لانه تكلم على الامور التكتيكيه انت مدافع طلحه دخل داري بلاصو واحد ناقص فيهم في نظرك الاداء الدفاعي ولي احسن اكيد ندخل دارو اكرد يعني انت ما ضد سيس في الديكلاراسيون ديالو لا شوف انا واحد القضيه هو كيبقى كابيتان وكيتحمل المسؤوليه ديال الديكلاراسيون ديالو لانه هو اللي عايش دابا وسط المنتخب ولا عايش مع المدرب ولا عارف مادام تكلم وجبد هذه النقطه هذه وتكلم على المنظومه الدفاعيه وتكلم على التكتيك وتكلم لانه خصنا بزاف الاصلاحات باش نكونوا موفقين في كاس العالم ونظهروا بصوره جيده في قطر كيف عارف اش كيدور دابا مع واحد هنا كنقول لك الخلل بالنسبه لي ماشي غنحمل المسؤوليه انا لاكس ما نحملش المسؤوليه دازو اكورتي في هذه دو ماتش دازو كانت واحد الاخطاء ولكن غنرجعوا بزاف ديال المناطق والمواقع اللي جاب كيبدا منهم خلل هي وندويو على البلاصه ديال حكيمي اللي كتبقى خاويه الا جينا نشوفوا في الظهر الا جينا نشوفوا كيفاش تماركوا عندنا الاهداف وكيفاش ولاو عندنا واحد المساحات ولاو كيفاش ولا كيبان ضعف عندنا وكيفاش يعني مرقوق كيبقى كيتفرج في هذاك خينا تاع طاباس يعني هذه منظومه هذه راه منظومه راه كتبدا من الخط الهجوم لوسط الميدان عاد غنوصلوا للدفاع عاد شفنا دوك الاخطاء يعني راه بزاف الامور شفناها في مقابله دون الامريكان لان هذيك مقابله بالنسبه ليا هذيك هي اللي افاضت كاس وهذيك هي اللي وراتنا بزاف العيوب مصطفى لما قالش تبريس رجع خويا ما راسك هذيك مقابله هذيك مقابله بروفا لاش لواحد المنتخبات غنواجههم في كاس العالم خلينا المنتخبات احتراماتي لليبيريا واحتراماتي راه دابا غنشوف من شتي الامريكان راه بروفا هذيك المقابله لهاد المقابلات بلجيكا وكرواتيا وكندا يعني هنا اللي غيبدي واحد الحاجه قلتيها وقال حمزه الا اللي غيجي يسخف ليا في التيران ما عندي ما ندير به حيت انا بعينيا كنشوف باللي لو شوا بعدا يلا جبتها ديال برقوق زعما الملاح والله ما كيلعبش فرقته الملاح كيدير واحد الدور في دوزيام ميطون كان ما بقاش بيرفورمون بديك الطريقه ولكن راه برقوق هادشي شكون اللي كيعاني منه هادشي راه كيأثر لا ديال الدور ديال الملاح وديال برقوق في ارضيه الملعب راه كيأثر تيتأثر به إلياس الشاعر الشاعر ولي بان فيزيكمون مزيان ولي بان فيزيكمون مزيان كيتأثر به داز مقابله مزيانه مرابط كان خالي عندنا مرابط حيت شنا لوندمون ديالو في كونتر ميريكان كي كان كان حنا نوهنا الماتش الثاني تبارك الله كان مزيان وكل ما كانش هو مزيان كتقدر تشوف خالد شوف اكثر اخطاء دفاعيه لان مرابط الحمد لله هو اللي كان عنده تخوف منه علاش علاش لانه ما عندوش مقابلات احنا كنقولوه وكنعاودوه لانه هو مثلا واحد اللاعب اللي كيدير واحد الدور كبير في وسط الميدان راك عارف هذاك وسط الميدان الدفاعي اللي خصو يقطع الكرات وخصو يعاون الدفاع وخصو يكون يعني في الهجمه وعودنا انه راه شي هدف يعني التمريره ديالو السيس هو الملبج يعني هنا بانه تبارك الله قرا الدرس وبنسول قرا الدرس وقال بانه عمران لوزا فين هو هذاك صاب وحده هذاك واش ما عيطش عليه هذاك في الميكرو واش ما عيطش عليه ولا موعات ولا ما استدعاش وعمران لوزا كان كيلعب والفريق ديالو كان حاول على انه يعاقبه لانه مهم شي امور علاقه باللقب دافريك وتعرض بزاف ديال الضغوطات في الفريق ديالو واختار على انه يجي وبزز من الفرقه ديالو فيزيكمون تكنيكمون تاكتيكمون اي تخو تري فور لاعب مهم في المنتخب الوطني وفي البلان في التشكيله الوطنيه صراحه من العناصر اللي ربحنا في هاد لاكوب دافريكو عمران لوزا يسا عنده مكانه ديالو في ليكيب ناسيونال الدراري ورا تحدى الفريق ديالو ورجع وكيلعب كيلعبوه لانه ما عندهمش البديل وتا تكنيكمون في لي ماتش كان دائما مزيان لوزا فيزيكمون بزاف هو سخاء بدني كبير ديفونسيفمون اوفونسيفمون تكنيكمون مزيان بروفيل اللي محتاج ليه ليكيب ناسيونال
والملاحظه اللي كملوا على امرابط هي ان اللي كيبقى فيا الحال انا السيل دابا واش الطريقه اللي كيلعب امرابط، لان قلت لك قرا الدرس مادام انه عارف راسو دابا ما لعبش بزاف وعارف راسو بانه ملاحظات من المغاربه وملاحظات ماذا يعني دار ايفورسين وكنشهدوا لي بهذا الايفور اللي داير لانه كيبالك من الاعمده ديال الفريق. ولكن الملاحظه اللي عندي علاش هذا اللاعب واش الاختيار؟ لانه خصو يكون يلعب في نادي هذا، كان خصو يكون يلعب كره لاعب السنه كامله. لو كان عنده الاختيار يكون صعيب، يكون خسر واحد الفريق مشى لفيورنتينا ملي عرف راسو كان كيلعب مستعد. ولكن علاش؟ شوف غنقول لك واحد القضيه، المشكل اللاعب ماشي مشكل ديال شي واحد، ماشي مشكل يكون ملي لقى انه لا ما لعبش راه المشكل ديالو. الا لقى انه اللاعب انه تصعب صعبت عليه مثلا في واحد النادي انه يلقى مكان وني العقل خويا مصطفى شويه نمشي. انا نقدر نمشي عند النادي نقول لي انا باغي نلعب، نقدر نمشي نستافد من هذيك الاعاره ديال 6 شهور الاخرى وكره كيلعب وكره عون راسو وكره فهمتيني. لان الطريقه باش كيلعب امرابط راه كيبان لك بحال تبارك الله ما باركش لانه كيدير هذاك لي فور زيد من عنده كان لا غريطا هو اسمح لي واحد الحاجه راه بان مزيان شوف افريقيا وكاف دي ماتش اللي فيه الريمش طالع بحال الماتش ديال مصر في كوب افريقيا راه ما يقدرش كيبان لك كيخف التيري اللي كاين ما يقدرش. دابا راه الاشكال اللي كاين هو انه دابا حد فيزيك وما لعبش مقابلات غادي يدير راه يبان لك مزيان في جنوب افريقيا ويبان لك اليوم مزيان في ليبيريا ولكن راه دي ماتش راه ما يقدرش. راه هذا هو الاشكال لان كما كتقولوا راه لو طون جو جو ما كاينش مهم لان راه اللاعب حتى هو راه حس العون اش غيدير دابا غيدير افور وغيقر ولكن راه الفيزيك ما غيعاونوش غيدير مقابله كبيره غدا غيدير ولكن غيجي واحد المقابله ثالثه ورابعه ما عطاكش لان اش قلت لك انا خصو يبقى يلعب كون كان كيلعب هذا امرابط كره دابا مهنيين منه واخا غادي نمشيو فاصل قصه دائما الحديث على الماتش ديال اليوم بين منتخب الوطن المغربي ومنتخب ليبيريا فاصل ورجع يلا دائما مواصل كي جاتكم الدائما زيد على الله يبيع الله يبيع دائما بور الذوق كي داير اخويا مزيان ترانكيلو شتي اللي كيركب السنان قلت لك ما درك واش غدير دائما مواصلين مصطفى طلحه حمزه بور الذوق طارق اش كتشوف بور الذوق عرفت دائما الحديث على الماتش ديال اليوم المستقبل اليوم كيف ما كنعرفوا راه هو المنتخب الليبيري جرجويه ولاعبين هنا في دونور في المركب الرياضي بعبد الخميس مدينه الدار البيضاء وكاين بعض المشاكل اللي صراحه ما كنلقاوش بزاف في الماتشات اللي كنكونوا فيهم حنا رسوا ياك ما بتخلعوا ثاني دخله ما عرفتش اليوم سيدي ياك الماتش ديال ليكيب ناسيونال فابور بعد فاش فابور لا انا هادشي اللي طاح اخويا هادشي اللي تنعرف انا شوف فابور فابور لا كتقطع ورختك اخويا فابور ليكيب ناسيونال فابور ممكن فابور اللي كتكون على حساب فابور ان يجي بنادم كاين حساب لا والو فابور ليكيب ناسيونال فابور الروينه الروينه يا حمزه لا الروينه لا راه تمشي راه يمشي مليون واحد لك اتفاهم هو نمشيو مليون واخا دول واحد النقطة طريق اليوم في المركز ديال الاعتمادات كانت واحد الروينة وهادشي نورمالمون حنا ديباسيناه شي حوايج كاين شي بوا ام ا وهادشي لا 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 بعيد هادشي دابا دابا ليبيريا هي اللي رسوا هنا في دونور ليبيريا عاطية المارشي ولا ما عرفتش شنو كيفاش دايره ليها لواحد الشركة تونسية سميتها ايدج سبورت شي حاجة بحال هكا سبورت ايدج سبورت ايدج هي تكلف ليها بلي زاكريتاسيون ديال الصحفيين في المغرب يعني تصور شاد فين هي ودنيك هاي فين كنتي ديك ودن صاحبك ماشي تا ودنيك كتمشي عند فهمتي ما فهمتش الوغ كو اليوم كنعرفوا الظروف ديال الحالة الوبائية في المغرب كنعرفوا بان الندوه الصحفيه اللي ما كايناش عاوتاني الندوه الصحفيه ما كايناش باقي طب امراه ما عرفتش وجاو قال لك لا حكا راه شركه تونسيه هي اللي مكلفه وكاينه واحد الروينه في دونور هادشي ما بقيتش باغي نشوفوه وماشي علاش ما بغيتش نشوفوه ماشي انت اللي لا ما يمكنش ما يمكنش راه بلادنا ولكن باش تم اقصاء لا راه ما يمكنش راه واحد الروينه الصباح راه ما يمكنش دونور لا عرفتي شنو داروا حمزه لو كان ما يديروش الروينه في بلادي يا حمزه داك عطيتيهم داك لافونتاج تحمل المسؤوليه ما يديروش الروينه عندي انا ما يديروش الروينه عندي واش مشينا حمزه ولا لا انت اللي حليتي لهم دابا لا لو كان ما يديروش الروينه نورمالمون نفذ القانون دير القانون اش يقول القانون اخويا طارق واخا انت
قلتي انا 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 كنفضل على اننا نستقبل المنتخب الوطني المغربي في بلاده في المغرب. واخا الظروف اللي ظروف ما ماشي الظروف ما لانك انت الملعب ديالك ما قادرينش هما لانهم يستقبلوا. واخا حنا ملي كنمشيو لشي بلاد مثلا رايعين حنا المنتخب لاعب في مصر ملي كتبغي تمشي لمصر كيستقبلوك دوك الناس كيعطوك البادج ديالك التكنيسيان ديالك كيقول لك عطيني لي كارت ديالك كيوجه لك كتكون انت ديجا مقيد في لاكاف يعني كتمشي كتاخذ الاعتماد وكتمشي تخدم. هادو من يمشينا لقينا واحد الروينه كاينه تما اقصاء لي تكنيسيان كاملين جميع التقنيين حيدوهم قال لك ممنوع انهم ياخذوا الباج غياخذوا الباج غير الصحفيين. جينا كاين اسماء يعني الصحفي خصو يهز الميكرو ويهز دبر راسك دبر راسك دير المونتاج دير دبر راسك. من مشينا كنهضروا معاهم عطاونا واحد اللائحه قال لك شوفوا سمياتكم كاينين ولا ما كاينينش. قلت لي واش حنا دافعين للكاف نورمالمون راه خاصني نجي نعطيك لاكارت تعطيني ولا الاعتماد ديالي. قال لك سير شوفوا سميتك كاين. دابا حنا ملي كنقلبوا مهم تحيه للزملاء ديالنا كاملين كنقلب كنلقى بعض المنابر اللي ما كايناش وبعض الاسماء اللي محطوطه ما عمرني انا شفتها بعدا في التيران. ملي جيت دويت معاه قال لي عطيني لاكارت ديالك. عطيته لاكارت ديالي حمزه عزيز قال لي انت صحفي مهني. قلت له انا صحفي مهني انا كنهضر معاه فهمتي عادي. عزيز قال لي لا انت ممنوع من 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 دخول الملعب. قلت له علاش؟ قال لي لانك تقني. فهمتي شي حاجه؟ صحفي مهني شنو هي صحفي مهني؟ شنو هي صحفي مهني؟ صحفي صحفي. قال لي لا الصحفي المهني هي انك تقني. يعني كيفاش هذا اللي مكلفه الشركه جاي هو صحفي صحفي تونسي صحفي تونسي صحفي وانا انا وليت نشرح ليه. قلت لي انتم في تونس كتقولوا فني ماشي مهني. قال لي لا وماشي غير انا ولا الزملاء ديالي كاملين كنقول لك راه مجموعه من الصحفيين اللي تم الاقصاء ديالهم مع دوك التقنيين. انت كشركه دير نفذ غير القانون نورمالمون كتقولوا التقنيين غيجيو غيديروا الادلاء بالبي سي ار كتجيب البي سي ار ديالك مي مي ديال 48 ساعه كتقدموا للمسؤولين ديال لاكاف كيشوفوا كيقول لك عندك الحق هاك جي لي هبط التيران ما عندكش البي سي ار ما تهبطش وهذه من حقهم. اما باش تجي نتايا من ديبار تحيدهم دابا هما خرجوا واحد البلاغ شحال هذه وقالوا لك بانه حتى واحد ما يقدر يهبط للتيران من غير القنوات النقيله. لا 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 كاين هبطوا المصورين ولكن مع الادلاء بي سي ار ما كتعداش 48 ساعه. المشكل هو ان لاعبين المغرب وليبيريا. ليبيريا الطرف المستقبل اوكي مرحبا بكم في بلادنا في اي حاجه ولكن اجاب شركه تونسيه تجي هنا دير لنا الفوضى. انا الصباح كانت فوضى وغنعاود نقولها مع الظروف الوبائيه اللي كيعيش المغرب وكيعيش العالم كامل حنا راه محتاجينش الفوضى هذه. وتبارك الله لجنه التواصل ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي فيها ناس اللي كيديروا خدمتهم على اعلى مستوى راه كنحييهم من هنا. لا رشيد الحلو لا امين مازيل لا مجموعه ديال الاسماء اللي كيوقفوا على شغلهم. الى نجي اليوم ليبيريا لعبه مع المغرب في المغرب حيت ليبيريا ما قادراش انها تستقبل الماتش ولكن الظروف والوسائل والطريقه باش يدخلوا الصحفيين والاعتمادات غتعطيهم شركه تونسيه باش تجي من تونس تجي دير الماتش في المغرب هذه ما مفهوماش. ولكن من يتزير في لصقها لصقها في الكار. انت جاي خديتي واحد لاليز ديال الصحفيين ديال ما عرفتش شي قرن اخر جبتي شي صحفيين يمكن ما بدلوا المهنه كاع ولا ما عرفتش شنو داروا وجيتي قلتي لا هذه لاليز وما اعتمدتيش على دوك لي دوموند اللي مشاو في السيت ديال الجامعه الليبيريه. هو يمكن هما جابوا ديك الشركه باش يتحكموا في الصحفيين اللي دخلوا عاوتاني والله اعلم. الحاجه الاخرى الحاجه الاخرى فاش تزير انا سمحوا لي ولكن انا متفق انا نقول انا معاك احمد ولكن فاش تزير باش جاوبنا قال لك لا راه اللائحه صيفطتها لنا الكاف دارنا ديك السب اللي كيديروا بعض الفرق كيقول لك لا راه الجامعيه اللي عطاتنا جوج ندوات صحفيين تا هما ما يداروش حتى هي لوش واش نقولوا واش ندوه الصحفي الاولى قال لك بسبب بعض الحالات ديال الكورونا اللي كاينه في ما اختاروش حتى لي بون بيرسون اللي مرضوهم اختاريتي الطاقم الطبي اللي كيحتك كل ساعه مع اللعاب
واش حاجه تتخطني ثاني ونقول لك واحد الحاجه نجيك من الاخر احتار ما عقلنا واحتار ما عقلنا نجيك من الاخر زعما باش نكونوا واضحين حاليا وانا متفق في هذه القضيه لا المدرب ما بغاش يقول ان كونتاكت ما بين الصحفيين انا متفق حمزه اسمح لي حاليا واحد ما عنده ما يقول لينا انا اسمح لي يا حمزه انا بعدا شخصيا غير مو انا كصحافي ما عندي حتى شي رغبه انني نمشي نحضر شي ندوه غير واحد انسان لا يقنع كيخربق علينا في الندوات كتقول لي شي سؤال كيدور لك لبلاصه اخرى كيجي كيعطيك شي اجوبه مستفزه وانت ما عندكش الحق تبع انك دير لا رياكسيون ديالك خصك تطرح السؤال وتسنى وتبقى هو يخربق عليك ومن بعد انت ما عندكش الحق انك تطرح سؤال ولا تدخل في الجواب ديالو خصك تدوز صحافي اخر انا ما عنديش رغبه اليوم واخا دير ندوه ما يمكنش يمشي السيد كيخربق عليا ومتناقض بزاف ديال الحوايج الا بغيت شي ندوه صحفي وقلنا جبدوا لي داكشي اللي تناقضت فين نديروا هاد الندوه بقاو حنا ندوه على فاش تناقضتي وفاش فاش كتبتي علينا وفاش خربقتي علينا هادشي موجود حتى النوع ديال الاسئله اللي كيطرحوا عليه الزملاء الصحفيين هما اللي تيخليوه بدا يخربق علينا بحال هكا كيخربق ابي ازمه بلا اسمح لي حمزه لا هو بارفو تا خوتنا الصحفيين تيخلوا توشكيه تكنيك دوي معاه زعما هي فليشوا ديالو تدوي معاه فهاديت كتجبد ليه لعاب ما لعبش ولا تجبد ليه فواحد الموضوع اخر تتخرجوا على الموضوع تيولي هو يم تتعطيه فين يتبورد عليك بعد المرات وي وقعت غير في الماتش ديال عندنا صحافه تقدر تزيرو عندنا صحافيين رياضيين اللي قدروا يزيروه وقدروا ويمكن المسؤولين حسوا بهذا الوقت هذا اللي جا اللي الصحافه غتزيرو فيه اختاروا على انهم يبعدوا على الاعلام دابا يقول كيقول لنا شي حوايج اللي ما كيدخلوش للعقل كيبرر داكشي اللي كيدير بشي حوايج ما مفهومينش اخر تصريح اللي دار في المنتخب الامريكي هذاك صافي كافي هذاك فاش باغي يسمع هذاك صافي هذاك هو اخر حاجه تقدر تسمعها من واحد ناخب وطني مسؤول المنتخب بعد هزيمه كيفاش كيبرر لك الهزيمه حنا كنا كنتسناو يهضرنا على الاخطاء اللي دارت وعلى كيفيه معالجه هذه الاخطاء وقالوا على هذا هو كيهضر معاك ومتفائل وكبحال على المنتخب ربح عادي عنده عادي كيهضر معاك على اساس المنتخب ربح حنا اللي ربحنا امريكا هذاك الشيء اللي ما بقاش خلينا حنا انا واحد شام اللي سكتنا ليه على ديك القضيه ديال انا ربعت مزراوي بعد علينا مزراوي 17 ولا 8 شهور رقبنا قرعه الماء صافي علاش طلحاوي الا شرب علاش اخويا كيشرب طلعت مع قرعه الماء هو اخويا راه غادي نشوف شنو غادي نديروا شي شي مع الحلوان الحلوان وجريو عليه القرعه ديال الماء صيفط بور الزوق قرعته باقا مسدوده ما بغاش يشرب ما بغاش يشرب حيدو قال لي بور الزوق اش حاربنا ما بغاش يشرب معنا الماء ما بغاش يشرب ما نعيطوش البرنامج غدا لا خليتها ما تجيش غدا كمل زعما وهذا الشيء دابا خليناها بالضحك راه زعما ما كاين ما راه الضحك وتشا الماء كوكات المناضه اللي هو اخويا حمزه والله راه داكشي زعما هادشي تيضحك زعما هو لاني انا باش تعرف العقليه ديال هاد السي المدرب هذا كي داير والله العظيم فكم جينا للحسوه كره مشكله بشوف خاصين راجعين ايمن مصطفى طلع حمزه بورزوق طريق النفاسي الدالي تبارك الله في الاوفرا كانوا كيدعوا على واحد الموضوع مهم هو لا لا هو التشكيل المحتمل لا طارق كيسول على الحوار لا لا قال لك راه صراحة بورزوق كيدعوا على التشكيل المحتمل وطارق كيسول على الحوايج على الديري روح سبت ميساج قال لي السيندروم الكيلو والله قضية فيها الكيلو دابا غيبدا بالكيلو الله يرحم باكم هذا منبر رياضي احتاروا المنبر ديالنا الله يسهل عليكم راه باقي عيد الاضحى مازال شويه الوقت بعد عليا خلي بنادم اخر يدوى على الحول ويدوى على الكرة لا شوف العيد وين على الكرة مصطفى مبروك عيد وين جبد هو وين على الكرة لا ما هو اللي جبدنا ما جبدت حد انت اللي جبدتينا فوتبول 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 دراري دابا انا دابا باش يعرفوا الناس كيفاش جبدت الهضره دابا حنا كنقراو ميساجات ديال الناس اللي مصبين لينا لي ميساج ديال باش انا نقراو عليهم كنقراو وحدين راه هما اللي دوينا عليهم ديك النهار تاع طارق تستغلوا المنبر ديالنا باش يدوزوا الناس الله يعطيكم الخير ودابا باش دخل الكره واحد صيفط لك ميساج ديال فوتبول فوتبول الله يعطيكم الصحه الميساج الاول اسيدي ابار على التشكيله المحتمله واحد مهدي من كازا صيفط واحد الميساج قال على انه قرا لي ميساج دابا اللي كيجيو على راسي نقراوهم كامل واخا نذكروا مره اخرى ديال مهدي فيه البركه فيه البركه واخا نذكروا بالرقم باش الناس اللي بغاو يصيفطوا لي ميساج نقراوهم في الحلقه ديال اليوم على الرقم ديال على واتساب 0620
330 طارق خرام اللي بداو من هذا خويا مهدي من كازا. مهدي قال لك خاص دير بيت اجل حيت داري وعطيه الله وجبران كاينين في المنتخب الاول. اه راس غيساليو اليوم ويدخلوا مهدي. مهدي ودادي زعما على مهدي أساس... مهدي كانت مهدي كازا. لا بما انه كيطالب تجي يعني ودادي يعني اوتوماتيكمون. واخا دابا انت مهدي دابا انت يا خويا ودابا ودابا مهدي لكن قول لي مهدي دابا انت كاين 3 ايام لكن القانون تاع خويا شوف عندك كاين لو طون ديال ريكيبيراسيون الحمد لله اليوم راه غادي يكونوا مع المنتخب يسير المقابله غيبقى لك ان شاء الله اثنين وغيبقى لي ثلاث اثنين يقول يوم وثلاث يقدر يبقى في دونور كاع راه لا لعبنا الخميس هنايا زعما لا بالنسبه لي انا يقدر يبقى في المعارف هنا ما يتجبدش كاع الموضوع هذا مستر. لا 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 مهدي مهدي عاود مسح هذا مسح هذا وصفت شي غيرها غيرها هيدي قال لك غيرها غيرها وعديها. المهم سمير فرطه فرطه مهدي صارع سمير الاندلسي ومهديات كيكونوا زعما زوينين في الميساج ديالهم كيكونوا حلو زعما كيكون بعقله زعما ما عرفتش كيكونوا بكل منين وخنيفشين بحال هكا كيكونوا زوينين ديفيس مهدي غالبا ولا كيكونوا كيقول لك مشيت لعند الجاب وي وي فهمتي مشي بحال طلعه بجعد كيدير لها ماشي نقطه كيدير لها حفره دائما هما اللي كيقول لك انا اجانب انا عارض عليك في الاخر انت اللي كتخلص. المهم سيدي قال لك سامي الاندلسي من فاس قال لك ما كرهناش تعطيونا التشكيله المتوقعه ديال المنتخب. اي نعطيو خويا كل واحد اليوم يعطي التشكيله المتوقعه والمحتمله. طوف تبدا انت بدا انت انا ما هو انت ما انت المكتب ماشي صحفي متمكن معي العلماء لا 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 بيك نبتدئ تعلمتي هاد السيمانه فاش جيتي ديال العلم شوف لا بدا نتايا اخر باش بدا بيا ورا المنظومه والمنظومه راه غدا شوف راه ما غدا من الخط الهجوم يلا هجوم مع صافيك قال لي مع صافيك قال لي طلحي وطالب الاعتماد عليه منظومه طلحي طالب الاعتماد على هاد اللاعبين ويقول لي منظومه اقلب على طلعه شويه شوف يلا بدور طارق يلا بدو طارق ما عندكش باقي ما وصلتيش طارق ولا قول ما عنديش مشكل انا يلا قول كاين سيدي في حراسه المرمى اكيد غيكون ياسين بونو اكيد في الدفاع غيكون الا كان اكرد راه ندير داري واكرد ما كانش غندير داري سيس حكيمي وعطيه الله في ميليو تيران عاوني نلعب اناحي امرابط امرابط وسميتو امين حاريت امين حاريت بلاتي حسبولك ثلاثة أربعة ثلاثة وكاين في لاطاك غندير تيسو دالي أغوش رحيمي أدروات والكعبي أون بوان محترمة محترمة وجهة نظر ديالك نبي أنا خويا ديال لي بونو بونو أنا كنقيم دابا أكيد على حتى شي واحد ما غيختلف على بونو يلاه حط لي بونو تما أشرف داري وسايس حط لي عطيت الله في لاغوش حكيمي في الادروات ام رابط ام الله ام رابط مرابط ام الله باش يعرف مستمعنا ما مجدين لا تشكيله ولا كل واحد دابا كيلو حق يقلب عليها حارس رحيمي والكعبي الله يتتلفكم هذا المدرب الله يتدوخكم هذا ولا ما زوونيش الله يتدوخ ولا شوف قوه التلفه اللي تلفتو أو لو تشل لعبة مبقاش حافظين الأسماء ديالهم بعض اللي غيدخل لا ما زويناش ولي تقول نقط لي التشكيلة ولا جات نقط لي عارفين ولات مفاجأة ولات ساعدة نقية 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 سير مصطفى باش تعرف المفاجأة سير مصطفى وليتو معولين على انت واحد بحال ولا تدخل لنا ماي انت راه مصطفى راه التشكيلة ديالو راه كيجيب 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 كان الخرا ديال هذاك التيلي هذاك راه كيجيب تعول عليها مره التشكيله اللي متوقعه اول حاجه اخبارك هاد كيجيب تشكيله راه معيوره لي لا ماشي مشكل راه عاد تقني ولعبنا الكره ما عندناش اشكال كتجيب تشكيله ديال واحد لا بلا دير معاه عنده نفس الافكار ياك دير معاه انا راه انا طحت ليه شوف طحت لي على الكود ديالو ومازال هو 80 عام انت باقي صغير عرفتي علاش ما يقدرش مدوخك دابا هذا طحت ليه على الكود ديالو مع عشت مع مدربين كبار وعقليات مختلفه هذا ساهل عندي انا يا راس نقول انا هادشي كاع ما كنتش كنديرو على رونارو هادشي لان هذا عاق عقت به انا صافي الكود هذا ديالو ولا تورق عندك تورق صافي انا قلت لك هذا اولا المقابله راه باش تعرف راه مصيريه لان خاصها 3 بوان باش تاهل لان اليوم خاصك تربح
يوما واخا واحد الخصم اللي غنحتارمو ولكن غتكون مقابله ما 50 50 باش غتبدا باش تضرب السونتر 50 50 حتى هما راه حتى هما بالنسبه لي انا واخا لعبي في المغرب وهذا جايين بالحظوظ ديالهم وجايين كيقلبوا على المفاجاه قادروا حتى هما يعني زربي عيد التشكيله اكيد لا مفاجاه لا والو غير هو الدراري دخلتونا في هذا وزربي زرب لي على التشكيله ما بقاش تقولوا لي ليبيريا تفاجئنا حتى هي كتفرج لي التشكيله عطاني التشكيله عطاني هايا هايا في حراسة المرمى أخ بونو سيراماتي له أخ بونو أخ أبو بونو أخ بونو كاين واحد فيلم اللي صار سميتو بونو قديم هذاك ديال نادي الجندي نبدا جبدته لك مارشي صحيح إذا نقول نبدا بالزق أبابا نبدا في الكوتي كوش سي عطية الله زيد الصديق والأخ رجينا لاكس اخويا انا غنلعب اليوم الا كان ما كاينش الا كان تشكيل اسمع حيت الا كان الاخر صافر حيت دابا هضرت على الاخر ما كاينش على اكرد سايس حتى هو كاين واحد الاصابه يعني انا اليوم نقدر نلعب يا ميق وداري الله يعطيك الصحه شتيهم شتي من عرفت باش تقولها من الاول والله نلعب يا ميق وداري اليوم شوف الثنائيه حتى هي كيف غتكون انا اليوم حكيمي تقرا التجربه كاينه والحرفه كاينه كلشي عندهم مليون تيران كلشي عندهم الجوج هذو تبارك الله نفس البروفيل ديال عطيت الله قلت هو الاول عطيت الله حكيمي داري وسميتو لا فورماسيون بعدا هي شنو ولا كاطروا طروا نلعب كاطروا طروا زيد ميليو تيران ميليو تيران كاين امرابط وغادي نلعب جبران حداه قدامه لان جبران غنزيدو على اسمعني غنزيد غادي نزيد غيكون امرابط وغيكون جبران لان جبران تبارك الله عنده ديك اللمسه وعنده ديك النزعه الهجوميه على امرابط تبارك الله شي كورتو كبيره كيزيد بها اوكي وغادي نلعب حداهم املح انا بالنسبه لي انا ثلاثي وسط الميدان وغادي ندي حارس اغوش الستيل ديالو حدا بن شرقي حارس كيفاش كيدخل وكيفاش كيبينيطري وكيفاش كيدير الدونجي وكيفاش هذا وغنلعب رحيمي ادروات اليوم نقال والله ما نقال والله ما نقال والله كاين مزراوي ولكن شوف هو دابا واش عينين ولا ماشي لا خلي دابا ما نلعبوش ليك كنا وحيدين يعني حتى تغبوا عليك ما عرفناش اش واقع على خليه المهم راه كيف كيف المجموعه وان بوينت كيبقى لي اختيار ما بين جوج لا تعطيني نعطيك عندها خويا بخويا الكعبي هو الاول يلا واخا نشوف نصيب وغادي نرجع باقا لنا التشكيله ديال حمزه بورزوق باش يعطينا التشكيله اللي فضل اليوم يدخل بها وحيد المهم طلع راه نقل مني الهجوم فاصل وراجعي وسمعنا هذه ثلاثة وجوج ديال الدقائق دائما موسمعكم برمج الشوط الثالث الاثري اذاعه ام اف ام دائما مع مصطفى طلحة حمزه بورزوق طريق النفاتي دابا شويه بدنا ناخذوا لي زابيل ديالكم على الرقم الهاتفي 0522 30 30 00 او 0522 31 33 33. تشكيله حمزه تشمل حمزه بورزوق ندوزو عند فريد فريد دوزو عند فريد بورزوق عيد لي حمزه فريد دابا بورزوق خويا بونو 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 داري بونو داري سايس ولا بونو داري عميق اعطيني واحد شي اصابه واحد كيحس بشي حاجه واحد وان 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 جاست وان اونلي وان مش وانين وان واحد انا غنمشي مع مصطفى في الطرح ديالو ونقول ليه عميق وداري و عطية الله حكيمي جبران امرابط قدامهم الشاعر ادروات نصير مزراوي اغوش حريت اون بوينت يوسف نصيري اسير اللي ما لقيتش اليوم ماما يلعب دخل لا لا ما يمكنش ما يمكنش الدراري ولا ايوب بحال بحال صراحة الله الصراحة انا بالنسبة لي كعبي ونصيري ماشي بروفيل واحد مي ماشي واحد زيد على الاخر جوج يخدم جوج يخدم جوج يخدم جوج مزيانين مشي الاول وعاود يدير شونجمون كاع اللي مليح كاع كيقضي الغرض نطلب حاجة واحدة واحد لي كريتيك شوية زايدين تنفع في لي ريزو سوسيو على جوج ديال اللاعبين ما نساوش باللي عندنا واحد لا شونس كبيره عندنا جوج ديال لي زاتاكون كبار هو اللي بغى يبين لنا يدخل تما يلبس هذاك التوني ما تنساوش هذه القضيه وي كانوا تراطاو بزاف ديال لي زوكازيون في الماتش الاخر ديال الفريق مي كيوصلوا مي حنا فرحانين ان عندنا واحد لي زاتاكون زيد عليهم حتى سودالي في البوانت الحمد لله اللي ما كاينش كونفوكاسيون ماشي بوانت سودالي ما كيلعبش اون بوانت سودالي ان اكسونتري غوش المهم كيعاون رحيمي يقدر لا رحيمي يقدر يلعب اون بوانت على تيسودالي وكنت تيسودالي مع واحد شفناه في لابوانت
شفناه في لي دوز اتاكون شفناه جوج كيشوفوه اما رحيمي يقدر يلعب في لوكا 3-3 يلعب لك اون بوينت. انا نبغي نشوف رحيمي اليوم. رحيمي حارث من هنا رحيمي من نشوفو سفيان وكعبي ولا يوسف في لوف بوينت مزراوي بريوريتير ما عرفتش اش ما لعبش ما عرفتش واش بوحدي انا اللي مخلخل ولا شنو مش كده مش كده تلعبوش أوناحي ما لعبتوش بعد لعبتوش أوناحي لعبت أوناحي لا أوناحي أوناحي لعبت أوناحي لا ما لعبوش دابا من الأول أنا بالنسبة لي أوناحي تخليه مني شوف ما يبدأ نبداش بيه علاش نبدا كيسمح لي باقي تبارك الله الدري مازال جاي واد باقي راه حنا كنحاربوا ولكن حنا كنشوفوا اللي موجود اللي موجود هو إيليا الشاعر دابا صافي كاين لاعبين لان انا شتي جبران دابا باش نسولوا على شاعر بيرفورمون دابا على على أوناحي على الماتش الاخر وي ولكن ملي دخل أوناحي راه تقريبا دخل أوناحي راه ولكن كله الشوفه ديالو صراحه ما انا الراي ديالكم يحترم انا في نظري أوناحي هو الشاعر اون فورم على أوناحي دابا خصو يكون في الاوز تيتولير اليز نقول اليز خصو يكون محطوط فهمتي الاول في نظري الاول صعيب صعيب فيو لا شوا اللي عندنا وهذاك الشيء صعيب هادشي راه ما لعبتيش زياش وما لعبتيش بلاندا وما لعبتيش هادوك ما كاينينش هادوك اللي جاوا بريفير أوناحي انا ايوا خويا تلعبوا اكسونتري شويه انا أوناحي بعدا انا ما لعبتش الماتش الاخر لا تلعبوا اكسونتري تلعبوا الي كاع تلعبوا ديه ليه في الجنب راس حريت ولا تلعبوا بلاص نصير مزراوي تعطي بوكو د ليبرتي شويه يمشي في لو كولوار هاوي واخا طلحه باش ناخذوا لي زابيل اكيد حنا كنا كنتفقوا على ان تقريبا هاد التشكيله اللي تكلمنا عليها حنا بربعه هادي اللي كتخلع على ديال خدام لي لا 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 شوف الاختيارات راه باينه راه حنا دابا اللاعبين تقريبا اللي من اللي كل المغاربه ماشي غير حنا كل المغاربه واحد اربعه لاعبين ولا خمسه اللي كيدخلهم واحد هما اللي عليهم الكلام راه هما هذاك الشيء اللي كيبان لنا ضد حنا ماشي ضد اللاعبين كون كانوا هما كيلعبوا فرقهم وعاطين ودايرين الفارق وعاطينا المنتخب غنصفقوا عليهم ولكن كاين لاعبين اخرين حنا تكلمنا عليهم علاش ما جبدناش دابا ماي وما جبدناش شاكله وما جبدناش برقوق وما جبدنا هادو لاعبين ما عندهمش ما عندوش بلاصتهم ما كايناش كاينه دابا لحد الان وسط المجموعه ملي جبتي هاد القضيه ما كايناش بلاصه وسط المجموعه انا كنت كتفرج كتفرج قريب تي وكيبان لي واحد الوقيته بقيت حاضي برقوق بغيت نعرف لا ناقص دابا تسيد ناقص لي ستاتيستيك ما عندوش طون جو ما لعبش بزاف هاد العام بصح توج مع فرانكفورت ولكن ما لعبش ماشي اساسي كما كنعرفوا كاملين سيد هو نورمالمون في البوز ديالو جوار اللي خصو يدير البريسينغ سيد ما قادرش حيت دابا جبت... فيزيكمون ما قادرش الا جبت... ما كيعطيش دابا الا درتي مقارنه الا درتي مقارنه ما بين هاد اللاعب تقريبا احنا ضايعين في لاعبين اخرين في هاد البوز كيعطيونا احسن الا جبدنا هاد اللوزه وجبدنا الشاعر وجبدنا رحيمي وحارث وزياش وبالحمده في هاد البوز اللي هضرتي عليه هو كيلعبوا وجبران 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 حنا لعبنا اليوم ان شاء الله احنا دابا احنا هضرنا هنا كيبان لك هنا بان المدرب واش كيدير ضد ولا ما كيشوفش يعني الا كان كيدير ضد يعني راه المغاربه كلهم كان عندهم شوفه وحده بان هاد اللاعبين هما اللي غيستحقوا الرسميه وهما مؤهلين لهاد البوست ودي زوروبيان في كانال بلوس امستار واه كلشي ولكن ملي ماشي احنا صاحبي راه جميع المحللين الرياضيين صاحبي راه غيبقى فينا الحال وحنا راه ما غنضرمو حتى واحد واللاعب اللي غادي المنتخب الوطني فوق الجميع اللي غيبين وغيعطينا اضافه مرحبا به واخا كيبان لي واحد مزيان يمشي عنده يتريني به يديه عنده يتريني به كيفاش؟ اللي تيبان ليه واحد زعما صالح ليكيب ناسيونال يجيبو لفرقته ويخلصو ويتريني به ويفقصو هو يبعدو والله صاحبي شو جيبو فين ديه؟ اه ما عرفش لا حيت كاين واحدين شي واحدين خارجين لينا خويا نبيل هذوك هما اللي تيديرو لي السم في العظام انا داير فيها هو محلل وداير فيها تقني ولا اصير تدخل سوق راسك سير بعد منا انت وياه لكن لا حق الارقام لا داك الشيء سير اصاحبي اش من ارقام مازال هادشي اللي كنشوفو هاد الاداء هادو وهاد الاختيارات راه شي حوايج طارين راه ما راه حشومه ندويو عليهم اصاحبي فضل وجود هاد اللاعبين وهاد الكميه الهائله راه كاينين دي دي تخوك لو لوش 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 النقطه ديال الارقام النقطه ديال حتى 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 في لا كونفوكاسيون خويا نبي راه لوش سوف لا ليست ما تنبغوش ندويو ما تنبغوش نشوفو ما تنبغوش ندويو اصاحبي راه لوش وبزاف كاع اصاحبي عينا اخويا ما نسكتو عينا ما نقولو عينا هذا لا بغينا نشوفو العناصر القويه ديالنا وبغينا نشوفو المحترفين ديالنا وبغينا نشوفو اللعابه اللي تيلعبو نشوفو اللعابه اللي تيلعبو وبغينا نشوفو اداء قوي بغينا نشوفو لو مينيموم بغينا نشوفو اصاحبي
كاين تطور كبير، ما بقيناش كنعرفو نهاجمو، ما بقيناش كنعرفو ندافعو، ما بقيناش كنعرفو نديرو لا. كنقولوا حنا الملاحظه عرفتي علاش؟ لان دابا راه جايك الاصعب، رحنا دابا 3 سنين وحنا صابرين، ولكن دابا الحمد لله هي كل المؤهلات موجوده، رئيس الجامعه مشكور دير عمل كبير، ها كل شيء الحمد لله، وحط طفره نوعيه كبيره مع الانديه ديالنا الوطنيه. رحنا دابا ما بقيناش عندنا الحق نتكلموا، نكونوا مزيانين، الله يرحم لك الوالدين، ما نبقاوش ندويو على الجامعه، الله يسهل عليكم، بقاوش ندويو على الجامعه، اي واحد من الجمهور عافاكم الله يجازيكم بخير، بقاوش ندويو على الجامعه، الجامعه موفره شي حوايج اللي ما عمرهم كانوا، وراه خاصو يجي هذا السيد يكون في متناول ديال الجامعه يعاون الجامعه، ندويو على الناس الجامعه ساكن موفرين شي حوايج ما كاينينش، ولكن ملي موفرين هذه الامور كامله راه خاصنا نشوفوا واحد الانسان في المكان تا هو المناسب اللي غيعاون الجامعه. جايبين لك العرب يمشيو لنا، راه جايبين لك واحد، اه وكل واحد ساعه كيجبدوا القجع، القجع اش بغيتي القجع يدير لك؟ وكثر من هذيك الحرقه اللي كيتفرج بها، اه دير عمل كبير، نسيت هو راه الخدمه هذه اللي دير، هو راه واش مو عاجبو شي الوطن؟ لا هو ماشي مغربي، القجع الناس خدموه وقنعوا لعاب انهم يمثلوا ليكيب ناسيونال، جابوا لاعبين دابا راه من احسن اللاعبين اللي كاين في الدوري. لا ما تقدروش تدو على اش غنقولوا على القجع، حنا بغينا ندو عليه غنقولوا عليه انسان ناجح نجح الكره ديالنا، وخير مثال راه شوف الاعداء ديال الوطن ما داك اللي خرج، لكن شي حاجه ما تقال على القجع هي هذه، ولا ما نهضروش ولا نسكتوا كيف ما قال البرسوق نسكتوا، ما جبدوش حنا كاع، ما جبدوش الجامعه، ما جبدوش السيد خدام الكره الوطنيه، السيد خدام الكره الوطنيه خصنا نشكروه، لا السيد خدام الكره الوطنيه، فرق جينا والانديه ديالنا نشكروه، نشكروا فوزي سواء شكرنا ولا ما شكرناش، هو راه خدام تبارك الله، علاش لينا حنا نشكروه او نقيموه؟ ولكن باش نجي انا اليوم نقول كاين يد في هادشي ديال الجامعه، في هاد المصيبه التقنيه اللي كنعيشوا في المنتخب الوطني، لا لا ما عرفتش اللي بغينا نقولوا، سيدنا الخميس راه غيتفركع، راه كان كيتفرج حدانا الفوق راه غيتفركع، وهنا بالك بعد واخا سمع طارق على ماله، هو ماشي مغربي ما عندوش الغيره على على البلد ديالو، تخيل معايا الصوره مالي والو، هو راه هو كيتعرض تدخل طارق في الاختيارات ديال المدرب، باش غادي تقولها عاوتاني بداو يشدوه من الجهه الاخرى، راه هو اللي كيجيب هو اللي تيفعل، والحرقه ديالو وداك التعصب ديالو اكبر دليل في العالم على انه ما كيتدخل، ما راضيش هو ما راضيش على داك النتائج اللي كاينه، وما راضيش على داك لي شوا ديال واحد، ولكن عنده عقد خاصو انه داك العقد يتم، راه متبوع بالنتائج، متبوع عنده مسؤوليه، عنده مسؤوليه كبيره، راه الخجع عنده مسؤوليه ديالاش ديال عادي خمس شهور من هنا، ما عندوش ضمانات على انه الا بدل واحد اليوم غي الخلف غيكون راسيورون لديك الدرجه اللي انا نمشي ونحقق وندير ديك لا بيرفورمانس اللي كيتسناو المغاربه في شهر 11، ما عنديش ضمانات، ندير راسي في بلاصه القجع اليوم، انا ما عنديش ضمانات، شكون اللي غيضمن لي يا حمز؟ هما الجمهور كامل المغاربه كاملين كيطالبوا، باغيين الركريكي وباغيين عموته وباغيين فلان وفلان، ولكن عطيني ضمانه، عطيني شي حاجه مزينيه، مكاينش ضمانات في الكوره، مكاينش ضمانات في الكوره اخويا، مكايناش ضمانات، واش انا نوض اليوم ونجي نبدل؟ كاينين قناعات، سي شارب عقله، كاينين قناعات، انا مقتنع بهذا السيد على انه غادي يقدر يجي غادي يقدر يبدل المنظومه ديالي، ولا غادي يحسن هذا المستوى التقني ديالي، كاين قناعات، كاين الظروف مخلينك انك تخدم، الظروف كاينه، لا ولكن عندك اللي قال بان الظروف ما كايناش تما، فين كنخدموش معانا، كندوي على الظروف اللي كتخلينا نشوف بان كوب دو مونجي من هنا اربع شهور شنو يضمن لي بان هذا الشيء غيجي والمدرب اللي جاي غيجمع الجروب لا لا ما كاينش مدرب عنده درايه على المجموعه اللي عندنا وعلى الكره ديالنا، ما كاينش سي سامبل، ما كاينش، وحتى انا مع السرقجه لانه كيطريت، لانه حتى المدرب اللي غي مثلا غيجي راه اول حاجه غيشرط عليك في الكونترا ديالو على انك ما تحملنيش المسؤوليه ديال النتائج اللي جايه، ومن حقه يعني. ومن حقه، ولكن حتى حنا من حقنا لاننا نطالبوا بشي حوايج، اذا هذا المدرب مثلا ارجع ونتحاسب معاك، لا 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 لا, 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 لا. لا قبلتي المسؤوليه وخديتي المسؤوليه نتحاسب معاك، اذا انت واحد ما غايش معاك، اذا انت واحد ما غايش معاك، واخا تحاسب معاك، واحد ما غايقبل سيري كوب دي موند، نخرج بنادو صافي نقول خويا راه شديتها في اربع شهور، ومن حقي شديتها في اربع شهور، بغيتي ندير ولا لوم عليه، صنع لك طياره انا تاهلك للدوزيام تور، ما يمكنش وما غاتلومش، لعب مع كرواتيا ولعب مع بلجيكا ولعب كندا، راه خصني مدرب عنده درايه على المجموعه، شكون؟ راه دوينا عليهم نبقاو ندويو، خصنا مدرب محلي، مدرب وطني اللي عنده درايه على المجموعه، عارف عندنا فلان تيلعب هنا، وعارف عندنا فلان تيلعب هنايا، وعارف عنده درايه على المجموعه، وغيبقى المشكل في الاختيار، غيبقى مشكل تقني،
مدرب اللي ما غيدخلوش ليه في الاختيارات ديالو. هذا الشيء ما تنقولش باننا واحد كيدخلوا ليه في الاختيارات ديالو، من الاختيارات ديالو غريبه لوش كون غتدخلوا ليه في الاختيارات ديالو. طلع حنا راه ما تنتهموش تنقولوا بانه تيدخلوا ليه في الاختيارات ديالو، ولان هذوك الاختيارات ديالو راه ما لهما الصراحه غريب وما باينين الاختيارات ديالو مو باينين ديالو غريب ما صاحبينين. وداك الكوميولا صاحبي كامل هذيك الكره اللي دوزتي وداك التدريب اللي دوزتي وكدير هاد الاختيارات راه ما راه ما واخا طلحه راه هادشي اللي كيخلينا حنا كنفكروا وخلي المغاربه كلهم يعني هاد المدرب هذا راه ماشي شي مدرب راه مجرب. هاد المدرب عنده تجارب مع منتخبات، ماشي لكاس العالم، ماشي لكوب دافريك، لا يعني خدم مع لاعبين محترفين. انا كنا التجربه كنا التجربه ديالو كنا بغينا نستافدوا منها كلشي كلشي جرى عليها اكيد. دابا حنا كنا وحدين اللي خلاوه ولكن اخذ تجربه وخا ملي جرو عليه. المهم انه عنده تجربه ماشي واحد المدرب اللي تبارك الله غنقولوا حنا وصل واحد النضج وصل، ولكن هاد الطريقه اللي كتعامل بها وترى طابش من النضج هذا راه طابش راه خمج حتى والله الا خمج بالله صاحبي صافي بالمغاربه. يعني كنقول لك بان المغاربه ولاو كيشوفوا في هذا المدرب بانه بحال كيدير ضد هادشي فينا حنا، ما باغيش عندك عده اختيارات وما عندكش القناعات بشي لاعبين اللي عندهم عندهم الوزن ديالهم وانت الوحيد الوحيد ما بين التقين وهذا اللي ما كتامنش بهم. احنا نشوفوا اليوم اش غيدير. شكرا الجواب عنده هو بوحده. وصلنا للختام حلقه اليوم. شكرا طلحه، شكرا برزوق، شكرا طارق، شكرا لكم وسمع، شكرا عبد الوهاب السعودي كان معنا في اخراج حلقه اليوم. تحيه خويا خالد نزار العملود كان معنا في الفيديو. نبي نشكرك عليكم اللقاء.